وأظن أن المبادرة التي يأخذها المغرب اليوم من أجل هذا الدعم القوي للحكومة الجديدة في مالي أن الجميع بالفعل يأخذه بمأخذ الترحيب، ويكفي أن نشهد أو نلاحظ ما خصص لجلالة الملك من استقبال حار في مالي. بالإمكان أن نقول اليوم بأن الانتظارات المالية قوية جدا والآمال معقودة على المملكة المغربية، وهذا ما يضع مسؤوليات جسيمة على المملكة المغربية، خصوصا مع ما يقوم به جلالة الملك من جهود وآفاق الاستثمار الاقتصادي والتعاون الثقافي، لأنه بغض النظر عن الجوانب المادية فإذا هناك هذه الجوانب الروحية، المحافظة على الروح المالية، وكل ذلك يجعلنا بالفعل نأمل الكثير في هذه العلاقات.